بسم الله، دلوقتي هنتعرف على دالة جديدة اللي هي ريبيت. خليني هنا اقول له ان انا عندي متغير قيمته، متغير ايه قيمته؟ مثلا 13. تمام. طيب هقول له بعد كده ريبيت ريبيت هنا زي ده ريبيت 4 مرات، يعني كرر الموضوع ده 4 مرات. هقول له بقى ايه، خلي لي سيت كيو الايه بتساوي علامة الزائد ايه 20 مثلا. تمام. يبقى كده هيجمع لي 4 مرات، ال13 دي يجمع عليها 4 20، تمام. وادوس انتر، جاب لي 93. 13 و4 عشرينات بكام؟ ب80. 13 و80 93. دي هي فكرة امر ريبيت. ممكن يكون في امر انت بتقعد تكرره كتير، تمام، فتروح مديله الدالة دي يروح مخلصها لك على طول. تمام. طيب خلينا نتعرف على حاجة تانية برضو. هقول له خلي فيه الايه بتساوي مثلا 3. تمام. طيب في حاجة اسمها هوايل. اقول له هوايل هوايل ده يعني ايه؟ يعني افضل كرر الموضوع ده لحد ما الامر يخلص. تمام. طيب هوايل هقول له طول ما ال ايه اصغر من 20 نفذ الامر ده، علامة اصغر ايه اصغر من 20. تمام. طول ما الـ A اصغر من 20 افضل كرر في الامر. طب الامر عبارة عن ايه؟ هقول له اطبع لي الـ A. تمام. طيب ما هو كده ما خدش امر ان هو يخلي الـ A تكبر، فاقول له ايه سيت كيو الـ A هتساوي زائد 1 ايه. تمام. على فكرة الزائد 1 استثناء من كل الأوامر اللي بعد كده، مفيش حاجة اسمها زائد 2، ممكن تلغي المسافة. تمام. هو متعرف على زائد 1 وناقص 1. ادوس انتر، بيقول لي في غلطة. تمام. طيب خلينا نشوف كده. طيب انا عايز يطبع كل سطر لوحده، فهقول له ايه اعرف المتغير تاني ست كيو ايه بتساوي 1 او بتساوي 3. تمام. هكتب نفس السطر تاني. تمام. بس هقول له بقى ايه برينك ايه، وبعد كده مرة تانية هقول له ديت تخليها سلاش ان. يعني ايه سلاش ان؟ يعني خلي كل واحد فيهم في سطر لوحده. تمام. فهم راح رصهم لي كلهم زي ما انت شايف. طيب ممكن اقول له اعتبر لي الواحد دوت ب3 تاني. تمام. وناخد نفس الاوامر ديت اهيت، بس بدل ان دي هخليها تي. عمل ايه؟ كتب 3 وده مسافة، وبعد كده 4 مسافة، 5 مسافة، زي ما انت عايز. ممكن تخليها مسافة كده خلاص، يعني ممكن تقول له دي خليها مسافة كده خلاص. تمام. واقول له كرر لحد ما توصل لل 40، من 20 ل 40 هيبدأ 20 21 22 وهكذا.